السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل نزلت نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي مسمياه جيميناي AI. ده يعتبر أقوى نموذج نزلته الشركة حسب كلامها من أول ما بدأ سوق الذكاء الاصطناعي السنة اللي فاتت. طبعا الذكاء الاصطناعي ليه تاريخ طويل، لكن احنا بنتكلم على الهوس اللي حصل بالذكاء الاصطناعي. ونزلت 3 إصدارات من جيميناي، بحيث إن هو يشتغل على الموبايلات ويشتغل على الأجهزة الكبيرة وكل حاجة. في إصدار خفيف اللي هو مخصص للموبايلات، جيميناي نانو، ده مصمم عشان يشتغل على الموبايلات ومش محتاج اتصال بالانترنت ولا بيانات ولا واي فاي، بيتم على بروسيسور وذاكرة الموبايل نفسه، فده بيديك سرعة كبيرة في الأداء وخصوصية للمعلومات المستخدم إنها مش تطلع بره الموبايل. ده جوجل هتعملها مع أحدث الموبايلات اللي هي بيكسل 8 وبيكسل 8 برو. تمام، الشهر ده إن شاء الله هيلاقوا تحديث إن عندهم جيميناي نانو، وهيكون مدعم ببروسيسور جوجل اللي هو الحديث اللي هو تنسور جي 3. وهيبقى في مزايا كتيرة جوجل هتقدمها باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي، بقى الموبايل بينزل بالذكاء الاصطناعي بتاعه. هيبقى في ميزة تلخيص مقاطع الصوت، لو انت في اي حد سجلت معاه محادثة يقدر ان هو يلخصها لك. ردود ذكية، اي رسالة تجيلك هو يعمل رد من نفسه على الشات ويحللك الشات. ولوحة المفاتيح بتاعة جوجل هتكون ذكية. طبعا في نسخة تانية جيميناي برو، ده هيبقى قوي في تعامل الصور والفيديوهات والاكواد والصوت والكتابات كل حاجه. في عنده قدره رهيبه جدا على فهم الفيزياء والرياضه والتاريخ والقانون وحاجات تانية كتير، وقوي جدا مقارنه بباقي الذكاء الصناعي. ده طبعا كل ده كلام جوجل، هيثبت لما نجربه. تمام، هنشوف في فيديو دلوقتي بيثبت لنا الكلام اللي هو بيقولوه. جيميناي برو هيبقى متاح على منصة جوجل بارد من امبارح، انا جربته كان شغال كويس. جوجل بارد هي دي المنصة الذكية اللي تقدر من خلالها اوتوماتيك، بس هو حتى الان في الانجليزي لسه ما اتطبقش في العربي. الحاجة الرهيبة ان هو هيكون بيفهم الصور ويفهم الفيديوهات، وتقدر ان انت تجربه في كذا حاجة. تمام، هيبقى مفتوح برضه في مصر والعراق ولبنان والسعودية والامارات، كل الدول العربية ان شاء الله. طيب في نسخة تانية جيميناي الترا، اللي هم حوالي 3 نسخ، بيقول ان هو هيبقى اقوى بنسبة 90% من الخبراء البشر، بس مش السنة دي، هيتم اطلاقه ممكن اول السنة الجاية مع بارد ادفانس. طيب خلينا ننزل كده نشوف دول بقى المؤسسين الشركة بيتكلموا، ودي مقارنة بين جيميناي وشات جي بي تي 4 اللي هو المفروض العملاق دلوقتي. حسب كلامهم انه بتفوق عليه في كل حاجة، لكن ما نقدرش ناخد كلامهم وهما طرف اساسي في الموضوع. اهو من 3 نسخ، نانو وبرو والترا. طيب تعال بقى نتفرج على الفيديو العجيب الجميل دوت. عمل شوية حاجات خطيرة. هو بدأ يرسم الشكل. هنا بقى شات جي بي تي بيقول له ده الشكل ده عبارة عن سموث وشارب انجل. بدأ كده بيقول يعني شكلها بطة، معناها يعني غريبة بس نعتبرها بطة. لما رسم البحر قال له ده هي بتعوم في المية. لما لونها بأزرق قال له اللون ده انا ما شفتوش على البطة قبل كده. كاتب له انا ما شفتش بطة زرقاء. فالتاني جه ضحك عليه وجاب له حاجة بلاستيك، فقال له ده بطة بلاستيك، بطة لعبة. فقال له خمن ايه الماتيريال بتاعتها، فقال له ده دي شكلها ممكن تكون بلاستيك. بدأ يعمل صوت، فبدأ يسمع الصوت ويترجم ان ده صوت البطة. فبيتفاعل مع اي حاجة بتديها له، سواء اديت صوت سواء اديت صورة سواء اديت فيديو. فقال له طب اديها لي بكذا لغة كلمة البطة ديت، وبدأ يتكلم معاه هوت. جاب له بقى الخريطة وحطها هنا جنب المية، قال له طب قربها شوية من الارض بحيث انها يعني تاكل وبتاع. طب قال له بقى ايه، هعرض لك بعض الرموز وانت تقول لي دي ممكن تكون تبع انهي بلد. الكانغرو طبعا استراليا. فقال له طب خد بقى بلد تكون بتحب الكورة وفيها الاستاد دوت. فقال له البلد دي البرازيل. لا بيقول له ايه اللعبة دي، هو وراه الصورة. فالكمبيوتر قال له دي اللعبة ان انت بتخبي ورقة واحنا بنحاول نستنتج. قال له دي ناحية الشمال. فصح تمام. بيقول له ايه اللعبة دي، صخرة ورقة مقص. قال له طب ايه الشكل دوت. تمام، فبيتعرف عليهم، قال له ده مثلا شكل ظل كلب.
قال له طب شايف دي العملة في أنهي إيد؟ قال له المفروض في اليمين. قال له لا في الشمال. فراح قال له آه ده دي لعبة خفة يد. فبدأ بقى يديله بعض العناصر الدائرية بحيث إن هو يبدأ يتعرف عليها. قال له ده أورانج برتقانة ودي هيلث أكتر من المخبوزات اللي أنت حاططها لي. بدأ يتعرف على اللعبة بيقول له دي لعبة بتاعت الأطفال. قال له لو أنا عندي البكرتين دول أنت شايف إيه؟ ممكن يتعمل بيهم إيه؟ طب لو خليتهم أزرق إيه الأشكال اللي ممكن يتعمل بالبكرتين اللونين دول؟ بينك وبلو أكتابوت أكتابيوس. آه. قال له طب أنا عندي البطة دي وعندي الطريقين دول أروح أنا واحد فيهم؟ قال له روح شمال على أساس يعني إيه صديق أحسن من عدو. قال له الشكل ده لو أنا لو أنت هيطلع معايا إيه؟ قال له الحيوان ده. قال له الأشكال دي صح ولا غلط؟ قال له لأ ده المفروض الأرض هي اللي تبقى أقرب للشمس. تمام. طب أنا الأحسن في الطريق؟ قال له خليك اليمين أسهل. طب أنا الأحسن؟ قال له الشمال أحسن لأن فيها سموث شوية. قال له طب المفروض هو هنا يقول إيه؟ يقول واو. فزي ما أنت شايف هيكون صديق شخصي الإنسان يعني. الخوف إن هو يلغي العلاقات الشخصية يعني تستغني بيه عن الأقارب. فعمل له جيتار قال له اه ده جيتار. عمل له كهرباء قال له اه ده جيتار كهرباء. تمام. بيقول له ده الراجل ده بيعمل ايه؟ قال له ده بيقلد الفيلم بتاع ماتريكس. قال له القطة ده بص القطة دي؟ قال له اه القطة هتوصل القطة حلوة في النط. اه وقعت هي شكلها ما عرفتش تنط حلو. فبيقول له ده طبعا كواكب برج الجوزاء. اعتقد خدوا الاسم من برج الجوزاء ده. فيعني قفزه المره دي قفزه في الذكاء الاصطناعي. وهم الكلام ده قريناه كتير في ابحاث يعني جوجل شغال على الموضوع ده بقى لها سنين يمكن مثلا 5 سنين. قرينا عن ان هيبقى في ذكاء صناعي بيتعامل مع صور وكتب والصوت والفيديوهات وتدي له تكست تاخد فيديو تدي له تاخد فيديو تدي له صوت يعني بتعرف في كل الحاجات اللي هي الاشكال ديت الصوت والكتابه والصور والفيديوهات هيطلع لك اي حاجه انت عايزها.